السلام عليكم. إذا مثل ما أخذنا بموضوع الفاكشن، عرفنا شلون ننشئ فاكشن ونكتب البادي مال الفاكشن ونستدعي الفاكشن. اللي لازم تعرفه بأنه الفاكشن ممكن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول هو عبارة عن فاكشن أني أنشئها وأني أستدعيها، بينما النوع الثاني هناك مجموعة من الفاكشنز الجاهزة المبنية في اللغة اللي ما علي إلا أنه أستدعيها بالمين فاكشن. احنا اخذنا بالحقيقة مجموعة من هذه الفاكشن التي تسمى built in language بمعنى مبنية في اللغة، اخذنا مجموعة من هذه الفاكشن موضوع السترينج والاري والاري ليست. بالاضافة لهذا اليوم حناخذ مجموعة من الفاكشن المرتبطة بمكتبة، هذه مكتبة اسمها الماث لايبراري. بالحقيقة هذه مكتبة تقريبا موجودة في كل اللغات البرمجية، فبالتالي تقريبا انه هذه الدوائر متشابهة بكل اللغات البرمجية تقريبا هالشي هذا. فأني كتبت مجموعة من أهم هذه الدوال الموجودة بالماث لايبراري ودست ران البرنامج حتى نشوف النتائج. إذا بالبداية عرفنا constant variable اسمه x وقيمته تساوي سالب 5.0. إذا هذا x عبارة عن double وقيمته سالب 5 لكن 5.0. فأول شيء طبعنا x يساوي قيمة x، فإذا x يساوي سالب 5.0. أول دالة أخذناها هي الساين، فبالتالي ساين of x يساوي قيمة الساين of x. إذا دالة اسمها ساين، ساين يعني الإشارة، فالساين of x تجلب لي إشارة ال x، فبالتالي إشارته سالب، إذا خلاها سالب 1.0. لكن الشيء اللي لازم ننتبه له بأنه هذه الدالة الساين ما تستقبل غير الدبل، فبالتالي لو أحذف هذه البوينت صفر مباشرة يعطيني إيرور هنا. سبب هذا بأنه يقول لي require double found integer، إذن هذه ما استقبل غير الدبل. ولكن البديل عنها هي property sign. إذن شو الفرق بين هذه وهذه؟ هذه sign property وليست function، ففقط أقول له x dot sign بمعنى إشارة ال x أيضا جلب لي سالب 1.0، بينما هذه function أقول له sign ومن ثم أخلي أقواس الفاكشن أقواس الاستدعاء، وهذه فاكشن تستقبل 1 باراميتر يجب ان يكون نوعه دبل، فبالتالي مررته الاكس. لكن الميزه الموجوده بالبروبرتي انه ممكن استخدمها حتى مع الانتجر، يعني لو احذف هذا صحيح هنا يعطيني ايرور لكن هنا ما اعطاني ايرور، فمعناه انه ممكن استخدمها مع الانتجر. فاذا بالنسبه للساين تجلب لي اشاره اي بي اس الابسوليوت بمعنى انه القيمه المطلقه، فبالتالي انا طبعت هنا القيمه المطلقه لسالب 5.0 تساوي قيمة الفاكشن absolute of x، يعني absolute of سالب 5.0. إذا الابسوليوت مالتها هو 5.0، شال الإشارة السالبة. بعد عندي ثلاث دوائر تستخدم للتقريب اللي هي السيل والفلور والراوند. بالحقيقة الفلور هذه تقرب العدد إلى أصغر عدد صحيح انتجر، بينما السيل عكسها تقرب إلى أكبر عدد صحيح انتجر، بينما الراوند تقرب تقريب اعتيادي، بمعنى أنه من البوينت 5 فما فوق تقرب للأعلى، وإذا كان أقل من بوينت 5 فتقرب للأقل. بمعنى أنه إحنا خذنا مثال 3.5، فنشوف إلى أنه دالة الفلور هنا قربت ل 3.5 إلى 3، لأنها تقرب إلى أقل عدد صحيح موجب، بينما السيل هذه هي تقرب الى اعلى عدد صحيح موجب، فثلاثة ونص تساوي 4. والراوند هذه حسب، اذا كانت 3.5 فما فوق فهي تقرب الى 4. اذا هذه السيل اللي هي تقرب الى اعلى عدد صحيح موجب، مو لانه هذه 3.5، يعني احنا حتى لو نكتب 3.1 بهالصورة هذه، فهذه 3.1 راح تقربها إلى 4، مع أنه هو الأقرب إلى 3، لكن هي تقرب إلى أعلى عدد صحيح موجب. الدالة اللي بعدها هي SQRT. SQRT بمعنى Square Root اللي هو جذر التربيعي. SQRT of 25، جذر 25 هو 5. الدالة اللي بعدها هي الدوال المثلثية Sin, Cosine, Tan، ومن ثم Arc Sin, Arc Cosine, Arc Tan بمعنى Sin Inverse, Cosine Inverse, Tan Inverse. بالإضافة لهذه الستة حتى ممكن أستخدم دوال السنش والكوش والتانش
وحتى السنش انفرس كوش انفرس كل الدوال هذه موجودة، لكن انا استخدمت فقط هاي الست دوال. لكن شيء لازم ننتبه له هنا بانه هذه الدالة الساين تستقبل عدد بالراديان وليس بالدجري، يعني ما يصير اقول الساين 30 تنطيني نص، لازم احولها الى راديان فاضربها في باي على 180. طيب شنو هذه الباي؟ هذه الباي بروبرتي جاهزة موجودة بالمكتبة اللي هي الماث لابري، يعني من اقول له بي اي بالكابيتال لتر بهالصورة هذه راح ينطيني قيمتها 3.14. فبدل ما اكتب 3.14 تقسيم 180 موجودة بروبرتي جاهزة بهذه المكتبة، فبالتالي هذه 30 وال 60 وال 45 او اي رقم كان اضربه في باي على 180 حتى احوله للراديان. فبالتالي ساين 30 نص. شوف هنا ساين 30 يساوي تقريبا نص، لأنه هو له حسابات معقدة، فبالتالي 0.4999 المفروض انه 0.5 يعني نص. نفس الحالة كوساين 60 المفروض ايضا نص. تان 45 المفروض يعطيني 1، تان 45 1، 0.999 هو 1. والدوال العكسية هي ساين انفرس كوساين انفرس تان انفرس. ساين انفرس نص، يا دالة الساين مالتها نص هي 30، كوساين انفرس نص يا زاوية الكوساين مالتها نص هي 60. اذا عملية عكسية، نفس الحالة تان انفرس للواحد يا زاوية تان مالتها واحد هي 45. لكن انتبه هنا الى شيء مهم، وهي بانه لما استدعي دوال الساين والكوساين والتان واريد اقول له مثلا ساين 30 رأسا اضربها في باي على 180، بينما بالانفرس اضربها اني في 180 على باي، يعني هاي اضربها في باي على 180، هذه لانه انفرس دوال عكسية فاي رقم انا كسبه اضربها في 180 على باي بالعكس. لكن هذه مو فد مشكلة، الشيء المهم لازم تهله بانه الساين لما اكتب 30 مباشرة اضربها في باي على 180، بينما الساين انفرس او الاي ساين يعني الارك ساين، ارك ساين نص اسد القوس ومن ثم اكتب في 180 على باي. يعني شوف هنا في 180 على باي اكتبها خارج الاقواس، بينما هذه في باي على 180 اكتبها داخل الاقواس، فهذا الشيء لازم ننتبه له. الدوال اللي بعده هي اللوغاريتم. فهنا انا عندي لوغاريتم المية هو 2 ولوغاريتم العشرة هو 1، على اعتبار انه لوغاريتم المية هو 10 تربيع، الاثنين تطلع للخارج، فاثنين لوغ 10، لوغ 10 1 فيطلع 2. فاذا لوغ المية هو 2 ولوغ العشرة هو 1، بالاضافة لهذا عندي اللين للعشرة هو 2.3 ومعها هذه الكسور، على اعتبار انه اللين للعشرة اللين يساوي 2.3 من اللوغ، فاذا اللين للعشرة 2.3 لوغ 10 ولوغ 10 1 فما إلى قيمة، وهذه 2.3 هي جاي من قيمة الـ E، يعني هذا اللين هو عبارة عن لوغاريتم الأساس مالته E. إذا هو لوغاريتم طبيعي أساس مالته E، قيمة الـ E هي 2.3. لكن لو نشوف الدوال اللي مستخدمها أني، أولا دالة اللين مباشرة أكتب ln ومن ثم أخلي العدد. ننتبه هنا بأنه بأغلب هذه الدوال ما تستقبل إلا عدد دبل، فنشوف هنا مع أنه أنا أريد لين العشرة لكن كتبت لين 10.0 لأنه هي تريد مني دبل. بالإضافة لهذا عندي طريقتين لاستدعاء دالة اللوغاريتم، أو خلينا نقول أكثر طريقتين استخداما. شوف هنا بالطريقة الأولى أنه أكتب لوغ، والطريقة الثانية أنه أكتب لوغ 10. هنا من أكتب لوغ 10 معناه لوغاريتم الأساس 10، وهو الحالة الطبيعية هذه انه اللوغاريتم يكون الاساس مالته 10. لكن احيانا لو كنت احتاج لوغاريتم لاساس ثاني، فبالتالي ممكن اكتب فقط لوغ، اكو دالة ثانية اكتب لوغاريتم ومن ثم اكتب العدد اللي اريد اسوي له لوغاريتم فارزة اني اكتب الاساس مالتي. فهنا انا ايضا سويت الاساس 10 حتى يصير ناتج معروف. اذا لوغاريتم 100 الاساس 10، اوكي هو الطبيعي الاساس 10، فبالتالي لوغاريتم 100 هو 2، بينما لوغاريتم 10 وهو مباشرة انطى الاساس 10 فيطلع 1. الدالة اللي بعدها هي الاكسبونينشال. اكسبونينشال اوف 3 يعني اي اس 3، اذا اي اس 3 حيطلع عدد معين.
إذا حتى استدعيها أنا أكتب exp ومن ثم أخلي العدد، وهذا العدد يجب أن يكون دبل. الدالتين بعدها هي المينيمم والماكسيمم، هذين الدالتين مجرد إلى أنه أدخلهم عددين وهو يرجع لي إما المينيمم مالتهم أو الماكسيمم مالتهم. هذين الدالتين مو شرط أن يستقبلن دبل، ممكن حتى انتجر، يعني مثلا مينيمم 2.7 والماكسيمم 2.7، فبالنسبة للمينيمم رجع لي 2 والماكسيمم يرجع لي 7. الدالة اللي بعدها هي الباور، لكن هذه الدالة شلون استخدمها؟ ما اكتب POW ومن ثم افتح اقواس، لازم ببداية اخلي العدد الاول ومن ثم اكتب دوت باور ومن ثم اخلي عدد ثاني. طيب شنو معنات هذه؟ اولا الباور يعني القوة الاس، انه فد عدد ارفع الى اس معين. يعني بحالتي هذه انه انا سويت اكس تربيع يساوي عدد معين، الاكس هو سالب 5.0، فمعناه سالب 5.0 تربيع بهالصورة هذه، فبالتالي حيطلع 25 ناتج. اذا اكس تربيع هو 25، لكن انا شلون سويته؟ اول شيء الاكس قيمته سالب 5.0، فبالتالي انا جيت قلت له اكس دوت بي او دبليو يعني باور ارفع الى، ومن ثم خليت عدد، هذا العدد مثلا 2. العدد مو مهم انه يكون انتجر دبل، ماكو مشكلة. فبالتالي اكس دوت بي او دبليو 2 معناها سالب 5.0 اس 2. لكن شيء لازم انتبه له بانه هذا الاكس يجب ان يكون دبل، يعني لو شلت البوينت صفر من هنا فنشوف الان مباشرة هنا حيطيني ايرا بهذه الدالة. اذا هذه الاكس يجب ان تكون دبل. اذا هذه مجموعة من اهم الدوال الموجودة بالمايث لايبراري.